بعد متابعة المؤتمر الصحفي ينضم إلينا الدكتور حسام أبو فرسخ، استشاري تشخيص الأمراض السريرية والنسيجية. دكتور حسام، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا فيك. بالأمس سجلنا تقريبا 6000 حالة واليوم 5000 حالة، ووزير الصحة يقول في المؤتمر الصحفي بأنه يمكن أن نسجل ارتفاعا في الأيام المقبلة. كيف تقرأ مسار هذه الموجة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم هذه السلام. حقيقة إحنا الكورونا دائما حتى نتوقع، ويمكن والمتابعين من بداية الجائحة هذه من شهر 3 السابق وجدوا أن توقعاتي تقريبا معظمها كان مصيب، لأنني بالكورونا بالذات أحاول أن أجد أكثر شيء مشابه لحالتنا في الأردن من الكورونا كفيروس ومن الوضع الوبائي. الكورونا في الفترة الأخيرة قبل شهرين كانت فيها نوع، جاء نوع جديد إلى الأردن البريطاني اللي هو B117. هذا النوع البريطاني معروف عنه تقريبا أنه ضعف سرعة الانتشار، مع أنه تقريبا ليس بهذا، يعني ليس أسوأ من السابق. فأنا كنت أتوقع بهذه الموجة والموجة الثالثة أن تكون الأعداد بحوالي 3000، لكنه لأن سرعة الانتشار ومعظم الحالات الآن التي نجدها هي من نوع السلالة البريطانية B117، فهذا أدى تقريبا إلى ضعف الحالات، وصلت الحالات إلى تقريبا 6000. لكن أحكي لك شيء، نعم. برضو إحنا إلى المقارنة حتى الناس ما يهرعوا وما يخافوا، الأمور أنا أعتقد أنها تحت السيطرة. هذه الموجة الثالثة تتميز كمان، لو أردت أن نقارن مثلا ببريطانيا التي عندها نفس السلالة، كيف تصرفت هذه السلالة في بريطانيا وفي أمريكا، لأنه معظم الكورونا الآن في أمريكا من تقريبا من نفس السلالة، هي تطلع وتصل الذروة في سرعة قياسية، لكنها في نفس الوقت تبقى في الذروة في مدة أقل من الموجة الثانية كما كانت في شهر 10 و11، وثم تبدأ تنزل نزولا قويا. الآن مثلا في بريطانيا حتى نقارن الأمور، بريطانيا اليوم عدد الحالات أقل من 10000 أول مرة في بريطانيا منذ تقريبا أشهر، وهذا يعطينا مبشر خير لأنه عندنا نفس السلالة وهي بدأت بنفس الطريقة. أنا أتوقع أنه ستكون خلال الأسبوعين القادمين هم أسوأ أيام الكورونا، لكنها ستتفاجأ أنت بسرعة نزولها بعد ذلك. يعني يمكن بالشهر القادم شهر 4 يمكن تكون عدد الحالات بالمئات أو أقل من ذلك، يعني ممكن حالات تتحسن لأنه هذه هي طبيعة الكورونا والموجة التي بها هذه السلالة البريطانية. وأفضل طريقة أنك تحكم كيف ستسير الموجة الحالية، شوف كيف صارت في الدول التي بها نفس النوع من الفيروس. لذلك أنا أريد أن نوه، يعني الحظر حقيقة غير مفيد بتاتا. يعني ما حدث من الموجة الثالثة لم يكن نتيجة أنه والله فتحنا لبعض الأمور، لأنه هذه الموجة جاء لنا الفيروس الأسرع انتشارا وضعف الانتشار العادي، فلذلك بدأت الحالات تزيد. فسواء حضرنا أم لم نحضر، الحظر حقيقة ممكن يؤدي إلى نتائج عكسية، إنه بالعكس إن الناس يصيروا يتجمعوا أكثر في الخميس والسبت نتيجة الحظر هذا، ويتزيد الموجة أكثر. فأنا أنصح بعدم الحظر حتى تبقى الأمور تحت السيطرة، وما دامت القطاعات الصحية تستطيع الاستيعاب فلا خوف من الموجة. أنا من الناس الذين يبشروا بأن هذه الموجة لن تكون موجة سيئة، أكثر لكنه الإصابات السيئة لن تكون أسوأ وستنتهي بأسرع مما يتوقع الكثيرين. نعم دكتور. طيب يعني بما أنه الموضوع موجات بتيجي وبتروح، يعني هل قديش ممكن متوقع أنه تستمر هذه الحالة؟ بتيجي موجة شهرين ثلاثة بندخل فيها بحظر وإغلاقات، ثم سرعان ما يعني تسحب الحكومة مثل هذه القرارات وتتراجع عنها، بعدين بترد تدخل موجة أخرى. لمتى هذه الحالة؟ وخصوصا أن منظمة الصحة العالمية تقول بأنه ربما يكون هذا الفيروس طويل الأمد، ما رأيك؟ والله أنا يعني أختلف مع منظمة الصحة العالمية، يعني الكورونا سيبقى موجودا ما لم يصل المجتمع إلى مناعة القطيع أو مناعة المجتمع، وهذا قلناه أول مرة. مناعة المجتمع نصل إليها بحالة من الحالتين، يا إنه عدد الأعداد تصبح حوالي 60% من الموجودين، أو إنه يأتي اللقاح ويوصل الأعداد
اللي سواء زائد اللقاح زائد المصابين الى 60%. وهنا احب ان انوه انه يا ريت انه الحكومه عشان تسرع في عندنا نقطتين مهمات جدا حتى نسرع ونقضي على الفيروس. اول شيء انا بنصح اعطاء اللقاح واحد بدل اعطاء لقاح اثنين لكل شخص. يعني اذا كان عندنا مليونين لقاح خلينا نعطيهم لمليونين شخص بدل ما نعطيهم لمليون شخص. وهنا لانه كلما زادت عدد الناس الذي تعطيهم اللقاح كلما اوصلت الناس الى مناعه القطيع اسرع. ثاني شيء وهو مهم جدا للاسف كثير الناس ما بيعرفوا وبظلهم يسالوني كل يوم، اللي اصيب ارجو ان لا ياخذ اللقاح ويخلي فرصه للذي لم يصاب، لانه الاصيب ويكون عنده اجسام مضاده، فما هي الفائده من اخذ اللقاح اذا كان عنده اجسام مضاده؟ دكتور اخر الدراسات اخر الدراسات قديش هاي بظل في الجسم اجسام مضاده؟ هلا اخر الدراسات تقول انه معظم الناس يعني الذي اصيب لا يصاب مره ثانيه الا بنسبه 1 إلى 100 ألف، يعني تقريبا نسبه 0 يعني تقريبا. هلا كثير ناس بيقولوا لك ان في جاري اصيب واصيب مره ثانيه. هنا لما تحكي انت عن ناس اولا حاله فرديه، هذه المرات علميا العلماء درسوها وجدوا ان حقيقه الاصابه الثانيه ليست اكثر من 1 لـ100 ألف. والذي يقول انه والله رجعت للكورونا اما انه يكون انتكاسه او انه يكون مرض اخر، لانه مرات حتى لو البي سي ار بوزيتيف كان موجود هذا ممكن يبقى البي سي ار بوزيتيف لمده 3 أشهر 4 أشهر في حالات موجوده عندنا. فبالتالي انت ما بتستطيع انه تقول انه والله لمن اصيب في جاري كان اصيب مره ثانيه، لانه العلم الدراسه العلميه لما تاخذ المنهجيه تكتشف مين هو فعلا الذي اصيب مره ثانيه ومين هو اللي كان اصلا جت له اصابه اخرى من نوع اخر ولا كان هو انتكاسه حقيقيه. فانا لذلك انصح بهؤلاء الشغلتين هذول عن جد لو طبقتهم الحكومه، واتمنى انه حدا يسمعني يطبقهم، انه يعطوا لقاح جرعه واحده لكل من الناس، وانه اللي اصيب ما ياخذ لقاح في الوقت الحاضر، خليه يعطي فرصه لغيره، لانه حقيقه هو مش راح يستفيد وغيره ممكن يستفيد. وهذه كما انا اقول دائما انه اللقاح هو مناعه للمجتمع، يعني انت هو اللقاح للمجتمع وليس للفرد، لانه الكورونا ستختفي على فكره. يعني متوقع جدا مش زي ما تقول الصحه العالميه سيبقى سنوات، لا انا اتوقع انه ان شاء الله الكورونا سنصل الى مناعه القطيع، واذا وصلنا الى مناعه القطيع وهذه الموجه حقيقه من ممكن توصلنا الى مناعه القطيع باسرع مما نتوقع. حتى هناك بعض الدراسات عن بريطانيا وامريكا بقول لك انه الحالات اللي بتنزل هلا صارت حالات تقريبا 10 الحالات اللي كانت في قمه الموجه الاخيره. نعم. يقول انه هذا بسبب وصول بعض المناطق الى مناعه القطيع وليس بسبب اللقاح. فانا متفائل جدا ان تكون هذه الموجه اخر موجه باذن الله. طبعا سيبقى هناك بعض الحالات المتفرقه، واتوقع ان شاء الله بشهر 6-7 ستعود الحياه تقريبا طبيعيه، وان شاء الله نكون يعني مصيبين فيما نقوله. ان شاء الله تنتهي هذه الازمه على خير. دكتور حسام ابو فرسخ استشاري تشخيص الامراض النسيجيه والسريريه، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. اهلا بك.